عسلامة، مرحبا. اليوم باش نعملو جينواز ساهل، مقادير سهلة. عنا 4 عظمات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، عنا 20 غرام ماء، عنا 5 غرامات سكر فاني، عنا فارينة 100 غرام، عنا السكر عادي 100 غرام، وعندنا المكون الأساسي اللي هو جيلك. ناخذ 30 غرام، نحطو البول، نفرغو فيها العظام، وبعد نزيدو المقادير الكل مع بعضها. طويكة، بعد ما حطينا العظام والفارينة والسكر والجيلك، نخدمو الباتور ويكون الفور يشعل على درجة 160 درجة. نخدمو تاع الباتور، نبدو بالتدريج عالية في السرعة. أول نزيدو الماء، بعد ما حضرت الجينواز باش نفرغوها في الطبق ونحطها تيب مدة 10 دقائق للحمار ونخرجها تحمرش برشا. توا باش نحطها في الطبق ونرجع لكم. وتوا بعد ما حطينا الجينواز في الطبق باش نحطها في الفور يشعل من فوق من لوطة على درجة حرارة 150 160، انتي والفور بتاعك. توا باش نخلوها تيب وبعديك نرشو نشوفوها في اخر مرحلة. تويكا حضرت الجينواز متاعنا، نجمو نستعملوها خلوها تبرد، نجمو نستعملوها في نهارها ولا كي تبات. طلعت خفيفة كيما تشوفوا في التصوير. كان عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة، تعمل جيم للفيديو.